بعد معاوية جاء يزيد. من يزيد؟ يزيد بن معاوية رحمه الله. تترحم على يزيد؟ نعم، بل الواجب على كل مسلم أن يترحم على يزيد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه مغفور له، فكيف لمثلي أو لغيري كائنا من كان في الأمة أن ينال من يزيد، وإن وقعت في زمانه الأحداث العظام التي يتغنى بها البعض ويستمرئ ذلك ويتخذها مطية ليركبها من أجل أن يندرس الإسلام. زعموا محبة الحسين في زمان يزيد، قتل الحسين رضي الله عنه. ولا يعني ذلك أن يزيد كان راضيا عن هذا الفعل. لماذا قتل الحسين؟ وهل الحسين أخطأ أو لم يخطئ؟ ومن الذي يحكم بخطئه؟ وإن قلنا لم يخطئ فكيف لا نخطئه؟ هل الصحابة معصومون؟ عقيدة أهل السنة والجماعة تقول، وهذا هو الصحيح، بأن الصحابة ليسوا بمعصومين. ومن الحسين؟ أهو أفضل من أبي بكر الصديق؟ أهو أفضل من عمر؟ أهو أفضل من عثمان؟ أهو أفضل من علي؟ ثلاثتهم قتل، آخر الخلفاء الراشدين قتل، آخر ثلاثة. أبوه علي قتل، فلماذا لا ننوح على علي؟ ومن هو خير من علي؟ عثمان. فلماذا لا نقيم المآتم على عثمان؟ ومن هو خير من عثمان؟ عمر قتل، فلماذا لا ننوح عليهم؟